اطلعي وارتاحي بغرفتك بنتي، اليوم كان صعب كتير عليكي. أنا رح أطلع أحكي معه وهديه. لا جينجو، يعني اتركها ترتاح، اللي عاشته مانو سهل أبدا. معك حق. قدير. زهرة. حبيبتي سهرة. بدك تخبرني بكل شي بتعرفه يا جينجو. مين هداك الزلمة؟ في حدا غيره كمان؟ في عالم عم يلاحقوا هاندا من وقت اللي رجعت. عم يلحقوا هاندا؟ وسار كان بيعرف بهدول العالم؟ ايه بيعرف، بس ما بده يعني يخبر حدا خالتي. اشتغلت على الموضوع وحاول يمنعني. طيب وين هدول العالم؟ قصدي انت قلت انه لسه في عالم ملاحقين لهاندا غير صالح. ايه في غيره لصالح خالتي، بس هلأ ما في حدا وراها لهاندا، لانه الزلم التاني كمان مات. شو عم تحكي؟ كيف مات؟ صالح لحق هاندا لهون هو وعيلته، وابوه مات لانه الام هي يلي سممته، والمرة هلأ بالسجن. هي بالسجن لكان؟ حتى المسدس براسي. فكرت بس بأمي. فكرت إني ما عاد رح أقدر شوفها. وبتعرفي مين فكرت كمان؟ بمين؟ رغم كل شيء فيك أنت. رغم كل شي فكرت يعمل لك شي. كنت مرعوبة. مرعوبة كتير. بعرف خفتي كتير، بس هلا ما عاد في شي تخافي منه، صح؟ أه؟ شفتي كيف نفدتي من هداك الوسيخ؟ عندي إلك خبرية حلوة، بكرة رح تشوفي لأمك. بكرة؟ بكرة المقابلة ورح تشوفي أمك. شفتي كل شي رح يصير منيح وتمام، المهم انك ترتاحي بس. ما عاد في اي حدا يأذيكي زهرة. ابوكي ما عاد موجود، واخوكي ما عاد يقدر يأذيكي ابدا. ساركان قتلوا لصالح قدام عيوني، صالح اللي حاول يقتلني وبعني مشان المصاري، واحد بلا ضمير قلعني برا البيت وأنا حامل، قتلوا هلأ. شو لازم أعمل؟ إنه
زعل من ساركان لأنه قتله، ولا أكون ممنونة إله لأنه خلصني من الموت. شو لازم أعمل؟ شو لازم أعمل؟ خلاص يلي صار صار. كيفك؟ منيح. كتير صعب إني عم شوفك بهالحالة. بس إنه يعني جينجو طمنا وقالنا إنه رح تطلع بأقرب وقت. تمام خلص روقي، خلص جيرين، بكفي هالمد. آسفة، ميني عم تسألني عنك كتير، ما بعرف كيف حتى عرفت إنك أنت هون. وأمي قالت لأنك ساعدت الشرطة بمهمة، صارت تقول أبي بطل. بطل؟ أنا اضطريت إني كفي بالكذبة، بس قلت لها إنه القصة يمكن تطول شوي. منيح اللي عملتي هيك. ساركان، من وقت ما فاتت هاندا على البيت وعم تصير شغلات غريبة، كأنه صاير شي غيمة سودا فوقنا. أنا عم خاف كتير، يعني تخيلت اضطرت دافع عن هاندا مرة تانية ويصير نفس الموقف، شو بيصير وقتها يعني؟ خلص جيرين، ما في داعي للخوف، ما عاد رح يصير شي. أنا بحبك كتير، اوعك تنسى هالشي. بحبك كتير ساركان. كيف أمي؟ كيف بدها تكون؟ طول الوقت عم تدعي الله يخلصنا من كل هالمشاكل.